السادة المشاهدين، كل مشاهد هذه الحلقة عفوية وتتمحور حول الجانب الإنساني للضيف في البرنامج، وعليه أن يتحمل كل التحديات من أجل إيصال الهدف الإنساني لأطفالنا الأعزاء بطريقة حركية وكوميدية ولزرع الابتسامة على وجوهكم. لذا نسترع الانتباه لبعض ردود أفعال الضيوف الطريفة والصادمة. هاشتاك فريق البرنامج. سيف بستة سلندر هالمرة يحب يفجر، يا ويل الضيف بهاي المرة الهبطة هواية عليه، شده بحبل شوية انصعده بلعبة شوية، بس ما دام نضحككم يلا النجم المون عليه. سيف بستة سلندر هالمرة يحب يفجر، يا ويل الضيف بهاي المرة الهبطة هواية عليه، شده بحبل شوية صعد بلعبة شوية، بس ما دام نضحككم يلا النجم المون عليه. طلع اليوم اجت يمي، اطلع اليوم اجت يمي، هو من الخوف راح يسمي. جبت بهذا المقلب حبيت شوية نلعب، مخنوق وضايج ضيف الجاي خطية يفك خليه، همنا ننزل وزنه بس الشيطاني وزنه، وي سيف سلندر آخر مرة تفكر بتيجي. طلع اليوم اجت يمي، اطلع اليوم اجت يمي، هو من الخوف راح يسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب المشاهدين، رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم وافطارا شهيا. اليوم ضيفتنا ساعة تقدم برامج، ساعة تمثل، ساعة تغني، يا اخي مو بس اللي دوختنا، دوخت الشعب العراقي كله. العام جبناها بمقلب، طلعنا عليها الاسودة وباقي الا شوية ياكلها الاسد، هسه غير تبطل اكيد. ويانا وياكم الفنانة والإعلامية والمطربة المبدعة مينا نور الدين، كونوا معنا. مرحبا. طبعا عرفنا من سيف أن ضيفتنا الفنانة مينا نور الدين، ومينا من سمعت البرنامج بألعاب إجتي طايرة، بس ما تعرف تاليتها شلون. والله حلوة تشوفين الألعاب وأصوات الأطفال، كلش حلوة الأجواء. حابين تجين يعني هيجي أماكن ترفيهية؟ إيه حلو، الجو مفتوح تحسين هيجي لما العائلة ولما الأكل مال البيت. بداية طبعا خليني أشرح ليش فكرة برنامجنا. برنامجنا نجم وطفولة، راح نخوض بي أنا وياك عدة تحديات. كل تحدي مقدم بمبلغ من المال بظرف مقدم من فاعل خير، هذا فاعل الخير ما يريد يذكر اسمه ولا احنا راح نذكر اسمه. جاهزه للتحديات؟ ان شاء الله. راح تروح دار الايتام اكيد هاي التبرعات يعني. اكيد احنا نسعى دائما انه نساعد ولو باقل كلفه ممكنه لكل شخص محتاج. اكيد. يلا ندردش انا وياك يعني طول الرحله؟ اوكي نكمل. تفضلي. رجعنا وياكم ويا ضيفتي الجميلة مينا نور الدين، نورتيني مرة ثانية. حياتي نور. شاب مينا احكي لي، كلنا نعرف انه بدايتك كانت تغنين وبعدين انتقلتي للإعلام ومن بعدها للتمثيل، شنو سبب هاي الانتقالات كليتها؟
أنا هذا السؤال لو قولي صرت أسأله أكيد كلنا لازم نعرف ليش هو انتقلتي. القصة وما بيها أنه أنا أول باب انفتح لي هو الإعلام، وأنا أحب الغناء، بس من دخلت مجال الغناء الظروف ما ساعدتني، ما كانت الظروف اللي أنا متوقعتها وظروف أنا ما أقدر أتحملها، فطلعت التمثيل ايضا احبه ومستمره به. شفت ان بدها تجيني فرص حلوه. كان الاعلام قبل الغناء ولا الغناء قبل؟ اعلام وغناء بعدين. الاعلام بعدين الغناء، يعني مو الغناء قبل لا. الاعلام حلو. زين احكي لي، مسلسل عدلين اللي شاركتي به فتح لك ابواب ثانيه على اعمال اخرى؟ طبعا هوايه، يعني خاصه انه هو فتح لي باب بالاعمال هاي السنه ان شاء الله بنات صالح، يعني عندي على الام بي سي، تعلمت من العدلين هواية، خاصة انه انا تعاملت ويا من كبار المخرجين، هو الفن يعني المخرج الكبير حسن حسني، ممثلين كبار كانوا ويا، تعلمت منهم هواية، فامور هواية استفادت بي. هاي السنة برمضان عندك بنات صالح، احكينا شوي عن بنات صالح. والله ان شاء الله يعني يعجب المتابعين. مشاركتك بيه كلش حلوة، بي هواية نجوم. أنا كنت بنات صالح أو هذا الكادر اللي هو موجود ببنات صالح من طموحاتي إنه أشتغل وياهم، والحمد لله يعني تحققت الأمنية وإن شاء الله يعجب الناس. الحمد لله. زين مينا طفولتك كانت مدللة كنتي بيها ولا كان عندك أحد ماخذ دلالك؟ لا لا بالعكس، أنا مدللة، يعني كل شيء أريده متاح، بس مع هذا يعني بعقلانية، يعني أنا صغيرة عقلانية يعني مو مشاكسة. زين هسه طلب، ممكن تغني لنا؟ اوكي تغني لك كيفك انت على ذوقك. هلك والعالم يريدو وانا وياك راد نريد، وحدش الناس مرمرني وخلاني قصير الايد، يا دولاب الوقت بيا يا قسمة وصارت علي، يا فرحة عمري من تهر يطق ويورد الصندل، وحق عيناك أظل وياك شمارة دوي من عوني. الله تسلم صوتي حبيبتي. يلا ننتقل عن ياش نصعد أول لعبة. جاهزة؟ أوكي جاهزة. يلا يلا. طبعا هنا سيف طلب ان نصعد مينا بغير لعبه حتى تتهيئ نفسيا. انتي قلتي اني جاهزه للتحدي، فبما انه قبلتي التحدي لازم تجربين. يعني اي بس انا هم قلت لك عندي فوبيا، يعني اخاف من هاي الامور، ما اعرف مبهمه حتى قلت لهم. مينا حاولت ترفض تحدي الصندوق ايضا لان عندها فوبيا من الحيوانات، وانا ادخل فريق البرنامج لاقناعها بعدم وجود حيوانات في داخل الصندوق. انتي مو توصلين للنص تقولي لي ماكو. اوكي
يعني بسرعة يمين يسار شوفي أكو أكو ظرف لو لا ماكو شيء ماكو شيء أمي ما ماكو شيء هنا شو قلت لحقتي شوفين ماكو ماكو ظرف زين يلا الثاني مينا بدون متبعين يا ربي يا الله دا أحس بحرارة بالصندوق شكو وش مخلي يا الله تخلص فقرة التحدي وياك اليوم خوف ماكو ماي هنا طلعتيني شكو شي قمزتيني ماكو شي ما صرت بعين ماكو شي بس ماكو الظرف ماكو شنو الشيء ما ادري فتشي هيك تخيل ما اعرف شنو لا اكو ظرف لا يلا متاكده لو تدخلين لي متاكده تريدين تخلصين بس على فكره دام ما لقيتي ظرف هنا راح اخليك تجين علي واحد واحد شنو قاعد وجعني والله انا قبل كم يوجعني منك نقلتي لي الخوف اخذ مدرسه لا حياتي شكرا يا ربي أنا مركزة ويا عيونك أشوف تبعين لو لا يا ربي هذا اكو شيء الحمد لله مستحيل شنو كان اكو جو اي هذا الحمد لله عشت ايدي بس هنا اكو شيء ما اعرف شنو تحدي هسه نشوف لازم اول شيء تسلمين الظروف تفضل ويانا بالزحمة صار عندك اول ظرف برصيد الصندوق باقي لك ظرفين جاهزة للتحديات الباقية؟ إن شاء الله جاهزة بس قبل ما ننطلق خلينا يعني افتري حتى تشوفين شنو أكو بالصندوق من ذيك الجهة من ذيك الجهة أوكي حتى تبعين تفضلي هاي هاي لزمتني هي لزمتني ما هي شنو شعورك بالأخير؟ ها شنو؟ ها أنت محظوظة هي للعلم أنا أكثر شيء خفت منه هذا الصندوق على فكرة هو هذا الصندوق اللي أنت خايفة منه هو الفارغ زين هاي شنو هاي؟ لا هي حقيقية ترى مو فيك الكتكوت أنا أخاف منه وين لقيتي الظرف؟ وين لقيتي الظرف يمها؟ ما أدري هناك إي أعتقد يعني أنت إيه؟ محظوظة إنه هي صايرة بالطرف بس هذني طخت إصبعي يلا جاهزة؟ يلا مينا وصلنا للتحدي الثاني اللي هو فقرة الاكس لاين اشرح لك عنها شوية لا تشرحين اصلا مثل ما دا تشوفين راح تنطلقين يعني من النقطة الاولى وتوصلين للنقطة الثانية بحبل مثل ما دا تشوفين هسه اكو قدامك أمي ما أنا قلت لك الكتكوت أخاف من عنده أخاف من المرتفعات أخاف من أجذع الشجرة أنت شنو تخافين منه؟ المرتفع وجوايا مي لا هاي مستحيلة يعني أبد ما أقدر لا زين جربي يعني يجوز ما التقبيت على الضفة الثانية ممكن قبل أصعب لا بعيد الشر نلتقي في الجنة خلينا نحاول على القليل نصعد يعني أكشن جربين شوفين شعورك تم رفض أول تحدي من قبل مينا والسبب خوفها من منظر المي جواها بس ما تعرف سيف يضوج من الضيف إذا رفض التحدي والقادم الله ليستر منا أبد يعني ما احاول ولا ابد اخاف زين اوكي بما انه انت رافضه تصعدين الاكس لاين فاحنا ننتقل للفقره الاخيره وللتحدي الاخير بس لازم يكون معلومك انه الظرف الثاني للتحدي الثاني راح اسحبه انا راح يكون عندك بس بقى ظرف واحد للفقره التحدي الاخير تمام اوكي يلا مينا وصلنا لآخر فقرة وآخر تحدي ويانا اللي هو فقرة الدريفت راح ياخذك كابتن إسباني بتور بالساحة بجولة وياه أنت جاهزة لهاي الفقرة لو هاي الفقرة ما جاهزت لا أنا أحب السيارات تحبين سيارات الرياضة؟ ايه
ما تخافين من السرعة شيء؟ لا أنا بالعكس أسوق سريع، وهذا الشيء شوية عيب بي بس يعني. يلا إذا أنت جاهزة. إيه تعال تفضلي يعني. مثل ما ذكرت جزمينة هسا احنا باخر فقرة، خليني اسلمك اول شيء الظروف حتى تسلمي زميلنا. يتفضل ويانا. صار برصيد الصندوق ظرفين. جاهزة تتعرفين على كابتن ادريانو؟ اوكي يلا. هاي هاي هولا ميكو سامي كاسو ميكو سو بالخيطة. مينا اوكي. You speak English? Yeah. Okay. Mm-hmm. I am not speak English. Espanol. Espanol? No. So Alejandro Marcelo, va? Barbiona. Yeah, no, in Spanish. I can't understand you. So Lewandowski هو في الأخص. بكي روستا. هاي المشكلة معانا. Okay. 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 I don't speak Espanol. سولا صباحا. صولخة صولخة. أنت قولي لا. Okay. خلاص. So the driver sock. Yes. Sockie. كوبال. Yeah. Okay. كوبال. Yeah. أورا أورا. صولخة أورا. أعتقد هاي أورا. يعني يلا هيجي. مينا كلش متحمسة لهاي الفقرة، وبالذات من شافت أدريانو ومن إسبانيا، بس ما تعرف أدريانو يا هو. خلي نشوف تاليها. Speed you last thing over speed. No speed, no speed. Okay. No speed. Yeah, yeah. أدريانو. No, I am love speed. I'm afraid. No, no, no. No. I am love speed. This is the car, the drive. Hey. I am good drive in Spain. تمام؟ So? I am good drive in Spain. Yeah, I understand. So? No, I am good drive in Spain. Okay. I am here in Iraq. Yeah. I am Barcelona. Madrid. Yeah. Madrid? Yeah. I am city Barcelona in Spain. This no record, Mr. Majid. صولخة. والله موت. Okay, صولخة. صولخة. Cobist and the ball Columban. She called. Good. Tiger. No, I am. Oh. Black Panther. It's name of movie. مولستينا سلبيخ سلبيخ صولخة. أنا كنت عارفة الأولانية عشان تقول للثانية صولخة. What's the meaning of صولخة؟ So, do you want no, to this story I don't. Your life? No, 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 I didn't. كوبال كومالستا يلا يلا شباب يلا تفرغوا. Okay. No, no. مصطفى حاول صوبي ها سيبك شهيق وزفير اوكي اوكي يوكي يوكي اوكي اوكي زين هاي الامور انت شلون احكي وياك هسه اني شلون اقول لك البس حزام امان لو لا مش جاي صوره بس انت شنو الموضوع اللي فتحته يلا اوكي صوبك Already? Yeah.
كذا سوني تان سوني تان نو سبيد نو سبيد صبر 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 خان صبر خان No, Palestina. No, Set, fire, the fire. Set, go, man. قول يا الله صل على محمد. تحية حلوة. قول يا الله صل على محمد. تحية حلوة. المينا صفقة 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 احسن. تعال انت جد لا تشد انا او هيجي. طبعا هنا مينا ما متقصدة تعور سيف، بس هو تعور باب السيارة، وبهاي الحالة صار تعادل. ومينا كلش انصدمت وما مصدقة بالحالة. يعني لو مقلوبة السيارة هسه صدق؟ بس لا مينا والله ضابط السيارة والله. بس ليش تسوي؟ بس لا هو حتى بعد ما تعيد. استاهل والله استاهل. يلا تحية حلوة لمينا. صفقة يلا. هاي طلعت ثابت السنة الجاية. إذا طلعت ثابت أطلعك معوق. يبقى حاكينا عود الله كريم. قول يا الله صل على محمد. أو صدق ولد غير مي. لا صدق طول يعني مي. تعال افتح الباب. تسوق أنت تعرف تسوق زين. هاي بابا دعمنا إحنا. شو تسوي؟ قول يا الله. شوفوا مي. هاي والله مني. خالصة لا والله يلا. صولخة تقول شنو كلمة صولخة؟ خليني خليه أشرب. لا عن لا صدق عن جد. شوب فيك ومنك ومن برا هاي لعبت نفسي منك. مين والنبي هذا شو سويت فيه؟ يلا قول يلا قول يلا والله كل شو ما سويت. خلي مسا يلا ختامية رمضان كريم ومالات العيد وحتى نسوي باي باي. هنا أول شيء الحلقة تنبث ولا مو الخاطر والله برنامج انساني الله شاهد. الحلقه تنبث نيابه عنك. يعني صدق انساني. اي والله العظيم. اي والله. يلا. اي اوكي تنبث الحلقه. شكرا. انت صدق تعورت؟ والله؟ والله تستاهل صراحه. قلبي ما يرجعني. ان شاء الله ما يخالف. اوكي. طبعا رمضان كريم. ان شاء الله البرنامج يعجبكم والحلقه تعجبكم وان شاء الله ما تعيدها بعد. الله كريم. طيب الكاس ورمضان كريم عليكم وعلى كل المتابعين وبعد
فد كلام على العيد وهذا. ولا توثقون بسيف، هاي نصيحة. ما يخالف. الكل أصدقائي فنانين. هذا الكاس والله عن الشقة، والله عن الشقة. والله. والله والله والله. هذا حلفت بالله. إيه والله هذا الكاس استلمتيه إنه أنت اجتازيت المرحلة بنجاح. ارفعي وقولي لهم مع السلامة. ها شلون تجي كلمة القناة قناة رشيد؟ طبعا احييهم على هذا البرنامج واتمنى ان شاء الله كل برامجهم برمضان تكون ممتعه ويحبوها المتابعين وشوفونا على قناه الرشيد برمضان. سوري كاسيتش سوري كاسيتش دباش احبك.